لما سافرت تايلاند ورحت هناك عملت خلايا جذعيه وشفت ان قد ايه العلاج الطبيعي ده نقل العالم كله بيسافر عشان يعمل علاج طبيعي في تايلاند. فقلت طب ما انا اعمل كده، ده مصر دي هتبقى هايله. فندق ده الفندقين دول موجودين للمصابين في مصر، ده هيبقى العلاج بدون ما تعمل ببلاش، والفندق التاني ده بيبقى اللي هو السياحه الطبيه العلاجيه زي ما انا سافرت تايلاند كده. انا عندي صوره بشوفها دلوقتي معاك ان ولاء حافظ اصبح مؤثر بشكل اكبر بكتير. خلي بالك يا ولاء، انا ولا بجاملك ولا بقلل من مجهودك، انت فعلا شخص مؤثر، انت اوريدي بتاثر فيا انا دلوقتي وانا قاعد معاك، وخصوصا انك انت بعد المشوار ده كله حتى انت فكره ان انت مش عايز تنسب جينيس موسوعه جينيس الثانيه انها لشخصك، انت عايز تحقق نجاح مؤثر في محيطك، فانت عايز تعمل جمعيه لكل من يعاني من نفس الحاله الصحيه اللي انت فيها، وهو ضمور العضلات و اصابه الحبل الشوكي والاصابه في الحبل الشوكي، وانت مشيت في الموضوع ده. اوريدي عملت جمعيه، بس بقى ربنا كريم يعني لسه بقى قبل ما تقف على حيلها شويه بقى هتستغل شهرتك وهتستغل يعني صفحاتك على السوشيال ميديا والدعم اللي بتاخده من شخصيات كتيره انك انت تعمل جمعيه ويكون ليها تاثير. ايه اللي في بالك تعمله؟ انا عاوز يبقى في مركز ابحاث زيه زي موجود بره جوه المستشفى دي، هيبقى فيها فندق فندقين فندق ده الفندقين دول موجودين للمصابين في مصر، ده هيبقى العلاج بدون ما تعمل ببلاش، هيقعدوا فيه اقامه كامله، والفندق التاني ده بيبقى اللي هو السياحه الطبيه العلاجيه زي ما انا سافرت تايلاند كده، كان في من امريكا ومن البرازيل وجميع انحاء العالم يروحوا يعملوا علاج طبيعي بس. طب انا عامل الموضوع ده عندي في مصر، احنا بلد سياحي اصلا وبلد الناس كلها تحب تيجي عندنا عشان الشمس فانا اقدر اعمل الكلام ده في مصر بشكل محترم جدا واحترافي جدا، وفي نفس الوقت اعمل علاج بقى في مصر، اي الشريحه اللي بتصنع بره ب 50,000 دولار انا ممكن اصنعها في مصر هنا بارخص من كده، والمصريين يتعالجوا ببلاش بيها واللي يجي من بره يتعالج بفلوس، ودي تصرف على دي يعني، ده الفكر يعني. والله غير مسهل بقى. طب معلش انا اسف، انت بتشرح لي القصه بشكل مبسط، كونت الفكر ده كله ازاي ولا لما سافرت تايلاند ورحت هناك عملت خلايا جذعيه وشفت ان قد ايه العلاج الطبيعي ده نقل العالم كله بيسافر عشان يعمل علاج طبيعي في تايلاند. طب وبلد سياحيه وبينزلوا يتفسحوا ويروحوا ويجوا يطلعوا من المستشفى، والمستشفى نفسها فيها فندق يعني المستشفى تحت دورين تحت وبقيه العماره كلها بقى غرف فندقيه. فقلت طب ما انا اعمل كده، ده انت مصر دي هتبقى هايله. سياحه علاجيه. اه. ولا حافظ قبل الحادث وبعد الحادث يختلف في ايه؟ يختلف في ايه؟ يختلف ان انا ما بتحركش. انت ما بعملش حاجه بايدي. بتعمل الاهم من الحركه على فكره. ده اللي اختلف، لكن هو الدماغ ده هي واحده. الدماغ واحده. واقوى. ممكن. واعند. وممكن. صح؟ ويمكن ما بتحركش ايدك بالشكل اللي انت عايزه، بس بقيت تحرك حاجات كتير حواليك. وبيتعبوني. المواقف بتبين بني ادمين، بس من مشوارك كله انا سامع والدتك وسامع مراتك والزوجه الصالحه رزق. طبعا الحمد لله. زوجتك موقفها ايه معاك؟ انا عايز اقول لحضرتك، انا لما عملت موضوع الجمعيه ده وجالي على طبعا مسجات كتيره قوي على الماسنجر، الراجل مراته حصل لها اصابه مش عارف ايه وسابها ومش عارف ايه، والراجل اللي وقع عليه برميل وهو ماشي في الشارع من العماره بتتعمل جاله اصابه زي كده، مراته رفعت عليه قواضي. شوف حضرتك الناس دي بقى وتعبانه بقى ماديا يعني، فانا ببص لكده يعني الناس دي تعبانه ماديا ومش عارفه تعايش ازاي. فهي الفكره الجامعيه دي جت من هنا، ان انا اقدر اعمل المستشفى دي واجيبهم عندي ومش هيدفعوا مليم يعني، يقعدوا قاعدين في المستشفى وبقى من تبرعات يتعالجوا. ومراتك كانت ماشيه معاك المشوار كله. اه. زوجه اسكندرانيه؟ لا من القاهره مصر الجديده. من القاهره مصر الجديده، انا قلت اسكندرانيه في الوقت الموضوع مختلف. ولا حافظ في الوقت الحالي شايف ولادك بيشوفوك ازاي؟ لا ما فخورين بيا، بدليل ان هم لما بيروحوا مدرسه ولا بتاع بيقعدوا يوروا لاصحابهم فيديوهاتي وده دي قبل الحادثه وبعد الحادثه، لا مبسوطين. راضي عن نفسك يا ولاد دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله.
عندك حاجة تانية في موسوعة جينيس عايزها منهم؟ ناوي تعمل حاجة تانية معاهم ولا كفاية جينيس كده؟ والله أنا نفسي أعمل غطسة تانية تاني؟ بس المشكلة دلوقتي إن ظروف البلد وظروف اللي بنمر بيها الحياة الاقتصادية والموضوع صعب إن أنا ألاقي حد يقف في المواضيع دي دلوقتي، وأنا مش هقدر أعمل حاجة في الحاجات دي في الوقت في الظروف دي، بالذات يعني بعد كمان مشكلة غزة دي برضه خلت الواحد يعني بقى مستاء جدا من اللي بيحصل، لان وضع مش ظريف ده فعلا. ويعني هم يعني المشكله ان هم بيتحاموا بالاطفال، يعني حاجه مش شيء غير انساني.